2 ريال بشتري فشفاش، بعدين الفشفاش مو بريال، بنص ريال. يعني تطلب ريال ليش؟ واضح انك نصاب. تبي نص؟ قفطة قفوط قفطة يا قفطة يا قفوط. لو سمحت سلفني ريال بشتري فشفاش بريال، بسلفك 100 ريال بس ترجعيها. يا كريم لو سمحت سلفني ريال بشتري فشفاش، ابشر من عيوني تعال بعد اللايف بعطيك 10 ريال. وانا فرحان كلش كلش فرحان. يصير حبيبي يعطيك ريالين بعد مو ريال. لو سمحت سلفني ريال بشتري فشفاش، دخل على بقالة انا جدد سنة. خلاص ابشر تعال نعطيك 3 ريال مو بريال عشان تشتري بسكوت. تعال بعطيك كم سلفني ريال بشتري فشفاش. والله ابد الزلات ابد، والله لا سلفك ريالين يا رجال والله تستاهل. خلاص اي الله يسعدك. سمحت سلفني ريال بشتري فشفاش باب لك كيس. بس اصقد اي والله ساعات فلك. سمحت سلفني ريال بشتري فشفاش. تعرف فشفاش؟ ابشربي ابشربي يا حبيبي. فشفاش من عيوني لك 5 ريالات، خليك تشتري عصير بعد. سلفني ريال بشتري فيش فاش بس ابشر باحلى فيش فاش يا زوز. تفضل اول جبهه لك فيش فاش بعد ما عندي مشكله. ريال بشتري فشفاش. أبي أعطي رقم حسابك. وين صوبك؟ أعطي رقم حسابك. يلا حط رقم حسابك يا زوز. كان كتبه فشفاش. يلا تبغى فشفاش هذا أعطيك فشفاش. سلفني ريال بشتري فشفاش. أعطيك كيس فشفاش. يلا صادق إن شاء الله. ريال بشتري فشفاش. والله شوف اقسم بالله ان اشتري لك كرتون بس ما فيني حيل اضيف حسابك واحول لك. تعال لي هنا والله وابشر.